اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. النهارده موضوع حلقتنا بيخص كل مره وهو عن الاكسسوارات. مين فينا ما بيحبش الاكسسوارات؟ مش هدخل طبعا كالعاده في موضوع حلقتي، هسيبه للاستاذه هند. طبعا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. طبعا موضوع حلقتنا النهارده هيتكلم عن اكسسوارات الهاند ميد. طبعا احنا لما بنقول اكسسوارات هاند ميد يعني تعب وجهد وذوق ورقي، مش اي قطعه بتطلع بالساهل، لا دي بتاخد مجهود وتعب، وفي اول وفي الاخر لازم يكون ليها ذوق. طبعا انا مهما اتكلم عن اكسسوارات الهاند ميد مش هقدر اتكلم عنه بطريقه واسعه زي ضيفتنا الجميله استاذه نسمه، قائده من قوات الاكسسوارات الهاند ميد. اهلا وسهلا بك استاذه نسمه، نورت اسرار الحياه. ميرسي، شرفتيني يا استاذه. تسلمي يا استاذه. قبل ما ابدا موضوع حلقتي عرفي نفسك للساده المشاهدين اكتر. اسمي نسمه مسعد، انا خريجه تجاره خارجيه، ماس تيتشر، مدرسه جينيوس. الموضوع بدا معايا هوايه، و كل ما بعمل حاجه ببقى مبسوطه بيها وحباها. و جات لك الفكره ازاي نسمه اللي انت تبدعي في الحاجات دي؟ والله بصي، هي الفكره بدات معايا في الاول خالص، انا اصلا ماس تيتشر في مدرسه وكنت بعمل لوحات والحاجات دي، فزمايلي دايما كانوا بيحبوا رسمي وتقطيعي والكلام ده. فكانت عندي هوايه الرسم اصلا من الاول والكلام ده. فمع ازمه كورونا بدانا نفكر ازاي نلبس الكمامه بطريقه تريحنا، بتبقى شيك. يعني فبدات فعلا اعمل لهم حاجه زي كده من الاحجار. جميله فعلا، وكل انا وزمايلي في الشغل بقينا نلبسها وكانت جميله وشكلها شيك. يعني بتتمط. بصي بتتمط وبتريحك، ولا لان الكمامه طبعا كان عندنا ازمه انها تتعب لنا، خانيه جدا خصوصا احنا محجبات، فبالتالي بتبقى صعبه علينا بالظبط. فدي بتطلع كده فوق الطرحه وبيبقى شكلها شيك وجميل جدا ومريحه. بدانا بكده، وبعد كده بقى زمايلي بداوا يشجعوني ويقولوا لي حاجات اعملي لنا. طب ايه مش كنت بعمل بقى حاجات ليا انا، هواية يا نسمة مش دراسة. كنت انزل اشتري حاجات مخصوص واعمل حاجة ليا انا بحبها. الهواية دي من صغر حضرتك ولا جات لك؟ من صغري بقول لك انا بحب الرسم والتلوين، حتى يعني في رمضان كنت انا اللي بعمل زينة رمضان بايدي. والله عندك الهواية جميلة، تناسق الالوان والحاجات جميلة، يعني بتدل على شغلك يا نسمة، ما شاء الله عليكي، يعني شغلك جميل بجد. ميرسي، ربنا يخليك يا استاذة ايه، تسلمي. والله بصي، كل الحاجات بجيب الحاجات الاحجار القيمة اللي هي تعيش معانا ولا تقشر ولا تبوظ تمام. والسلاسل يعني برضه على المعلومة ما بتأثرش بالمية خالص. خالص يعني ممتاز. الحجر البيربل دوت ده ايما تيست قيم جدا. حلو. وبدخل معاه السلاسل يا اما مطليه فضه، الحاجات الاصفر بطليها ذهب. جميله جميله. عشان تبقى الحاجه قيمه، وفي نفس الوقت الشغل الاونلاين بيحتاج السمعه تبقى كويسه. لان طبعا لو واحده اخذت مني عقد وباظ منها مش ترجع تاخد تاني. لا طبعا. فببقى حريصه جدا ان الماتيريالز اللي انا بقدمها تبقى حاجه كويسه. لا هو صراحه الخامات والفينش بتاعها جميل. احنا من اول حد عجبه شغلك وشجعك انك تشتغلي؟ والله زي ما بصراحه زي ما بقول لك، اكتر حد شجعني قوي زمايلي في المدرسه. يعني في الشغل هم اكتر حد شجعني، وبعد كده طبعا مامتي وجوزي برضو ما سابونيش. شجعوني برضو. واكتر حد بقى بيشتغل معايا دايما وينزل معايا نجيب الماتيريالز سوا هي اختي. تمام. بتنزلي فاهمه هتجيبي ايه بالظبط ولا بتجيبي اول ما بنزل اصلا وببص على الحاجه ببقى متخيله شكل الديزاين اللي انا هعمله. يعني اول ما بشوف مثلا دلايه معينه، حجر معين، ببقى عارفه. يعني مثلا البني ممكن ادخل معاه لولي مزارع، ممكن ادخل معاه حاجه ذهبي، حاجه مثلا يتفتحوا تظبطوا. طيب استاذه نسمه، اكيد كل لبس ليه الاكسسوارات بتاعته. طبعاً. يعني مثلا الكاجوال غير السهره. حضرتك ممتاز ما شاء الله عليك. الاكسسوارات بقى نرجع في كلامنا لكل يعني طبعا لو انا مثلا هلبس حاجه كاجوال غير لما هلبس حاجه سواري. فلو هلبس حاجه كاجوال بختار معاها حاجه فيها مثلا سلاسل كتير، زي الحاجات دي بتليق قوي مع الحاجات الكاجوال. دي استلس، وطبعا الاستلس ده عقدي
ده عقد لوحده صح؟ مش يعني كذا حاجه ملزوقه في بعض. كل حاجه لو حابه هما دلوقتي حاجه واحده. لو انا حابه كل حاجه لوحدها كده قدامي كده ومسكيها وريها للساده المشاهدين. يعني دوت عقده من الاستانلس. تمام. ولو العميله حابه ان انا اطليه فضه ممكن اطليه لها فضه ما فيش مشكله. شيك جدا. ممكن يطلي ذهب. بتبقى برضو قيمته فيه وبيبقى شكله تحفه جدا. ده يتلبس في اي وقت على ما اعتقد. ده في اي وقت لان وبيليق قوي كاجوال الصبح. بيبقى حلو جدا. جميل طبعا. لكن لو مثلا عايزه حاجه سواريه الاسود ده حجر اونست معاه فواصل من الفيروز عليها الفصوص دورزي. ده بيليق جدا لو بالليل. بيبقى جميل قوي. انت بقى اللي بتجيبي الحاجات ديت قطع يعني تفضلي تحطي تركب كل حاجه تركب كل حاجه ما تليق يعني مع بعضها. الحاجات دي اصلا بتبقى جايه في اكياس وسبحان الله بتحوليها عقد. بتاخدي قد ايه كده وقت؟ يعني ممكن العقد ياخد مني مثلا ساعتين ثلاثه ترتيب وتنسيق وتقفيل. اهم حاجه طبعا التقفيل. طبعا عشان العقد ولا يتقطع مني ولا يجرى له اي حاجه ويفضل عايش معايا. جميل. طب حضرتك التواصل ازاي بتوصلي؟ التوصيل انا متفق مع شركه شحن معينه حد امين وكويس. دي برضو حاجه مهمه جدا بهتم بيها وبهتم كمان بالاوردر وهو رايح. لو حد عاوز يتواصل معاكي اسم الصفحه لوكا جاليري اكسسوارز. جميل. لوكا ده اسم ابن مالك الصغير. انت اخترتي الاسم ده عسل. لوكا ابنها الصغير. برضو نرجع لو حد عايز يتواصل مع حضرتك ما هو من خلال الصفحة وفي رقم التليفون وانا نزل اللينك بتاع الواتساب بتاعي موجود كل ده على الشاشة. كل ده موجود على الصفحة بتاعت اللوكا جاليري. تمام. نرجع بقى بتخلصي الشغل ده في خلال قد ايه؟ يعني مثلا انا طبعا بشتغل صعب ساعتين ثلاثة تقعد كتير. برجع بقى من شغلي اشوف حاجتي الاول واولادي وبعد كده بقى ببدا وقتي انا بقى ده يعني حاجه انا بحبها. يعني هواية. بحب ان انا اقعد واعمل. كويس جدا. بس ازاي بتنسقي برضو ما بين ابن حضرتك اكيد ده طفل. فبالتالي ماما كل شويه طبعا ازاي تقدري توصلي يعني ما بين ده بقى وده. بيبقى في وقت معين بقى وقت لوحدها ده مخصص ليا. خلاص بقى هو عارف ماما بتعمل عقد دلوقتي. طيب نسمة انت بتشتغلي لوحدك ولا في حد بيساعدك في الشغل؟ يعني مثلا بيرد على عملاء على الصفحه الاوردرات. ايوه فعلا في حد متخصص في الصفحه لكن اللي بيساعدني في الشغل نفسه زي ما قلت اختي ومامتي. بس مش بيقعدوا معاكي يعملوا ولا بيساعدوني في حاجات بسيطه وانا بكمل. طب حلو جدا والله. يعني الصور اللي انا بشوفها على الصفحه هي اللي بتوصلني. نفس الاوردر هو اللي يوصلني. طبعا لازم يبقى في جوده في المنتج عاليه. يعني انا حتى هنا في حاجات بستخدم فيها النحاس. النحاس ده طبعا يعني حاجه قيمه جدا وما بتقلش قيمته ابدا عن الذهب والفضه. في ناس تقول لي لا انت حاطه نحاس انا خايفه يغير. لا بالعكس النحاس قيم جدا وعمره ما بيغير وحتى لو احتاج يتلمع بعد فتره بيتلمع سهل جدا في البيت. انت ممكن فص ليمونه كده بتروحي ملمعاه بيبقى تحفه وقيم جدا. قيمته فيه يعني النحاس ده اصلا من ايام قدمائنا المصريين فقيمته فيه ومش وحش خالص. في ناس بتخاف منه يعني تقولي لا اديني سيلفر انا خايفه ان الجولد اللي يغير. او لا ناس كتيره بتعتقد دي فيها نحاس. النحاس ما بيغيرش خالص وبيتلمع بعد فتره. والذهب برضو في حاجات انا بطليها بالذهب عيار 18 وعيار 21 لو انا والله. ف بتبقى برضو قيمه. معلومه دخلت بس رد المدخله. الو الو صباح الخير. صباح النور يا فندم. زي حضراتكم؟ الحمد لله يا فندم. مين معانا؟ سناء. اهلا وسهلا استاذه سناء. اهلا حبيبتي. انا بصبح عليكم بصبح على ضيفتكم العزيزه نسمه. اهلا بيكي. جربتي شغل استاذه نسمه ولا ايه؟ طبعا ايه رايك فيه؟ حلو جدا. انا يعني من الناس اللي على طول بجيب منها وبصراحه ذوقها كتير حلو في الاكسسوارات في التصميم والحاجات بتاعتها حلوه قوي. طيب الحمد لله. طب شغلها ما بتأثرش بميه؟ بحب اشكرها. نعم. الشغل بتاعها ما بتأثرش بميه ولا اي حاجه؟ لا بصراحه لا. جميل. معاكي استاذه نسمه اهي. اهلا يا استاذه سناء. عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ من العملاء اللي بحبهم جدا على الصفحه وحد محترم حبيبتي
حبيبتي تسلمي، شكرا. العفو يا فندم. انا كمان بحبك وشغلك ما شاء الله عليه، ربنا يوفقك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي. الله يخليك يا فندم. عايزين بقى يا استاذه نسمه نتكلم عن نصايح الاكسسوارات. ازاي بقى احافظ على القطعه بتاعتي؟ اهم حاجه ان انا ما اسيبش الاكسسوري بتاعتي او العقد بتاعي متعرض للهواء، يعني بمعنى ايه؟ يا اما يبقى عندي بوكس الاكسسوري خاصه بيا، تمام، او يبقى عندي اكياس لو حطيته حتى في كيسه اللي هو جاي فيه. يعني انا دايما ببقى حريصه اني لما ابعت الماتيريالز بتاعتي للعميل بتبقى في كيس او باكج كده، ويا ريت نفضل جوه يعني البسه، واول ما اوصل البيت اقلعه واحطه لان الهواء بيعمل اكسده. اكيد. بس هي دي افضل طريقه ان انا احافظ بيها على الوقت، ان هو يفضل جوه الباكج بتاعته. طبعا الخامات والماتيريال اكيد بيبقى ليها عنصر اساسي في المحافظه على الشكل. طبعاً. يعني لما تبقى حاجات اصلي مش تقليد او كده. طبعا ده اكيد. اكيد يعني انا زي ما قلت لك في حاجات كتير بطليها فضه، وفي حاجات بطليها ذهب، والنحاس برضو اكيد كل حاجه بتختلف في التكاليف. طبعا يعني النحاس غير الفضه والذهب. لا طبعا. بتبقى اغلى شويه، بس تكاليفهم بتبقى اقل لما يعني تشتري حاجه ذهب او حاجه فضه. بعدين انا رايي ان انا لما باخد حاجه يعني اغلى حاجه بسيطه وتعيش معايا وقت اطول، غير لما تبوظ بسرعه. يعني انا ما افرحش بالحاجه اللي هي الرخيصه قوي. رخيصه لا ما بتعيش. ما بتعيش وتبوظ بسرعه. تمام. بس فانا ببقى حريصه ان الماتيريالز تبقى كويسه وتقدر تعيش معايا وقت طويل. تمام. عايزين طيب تمسكي لنا كده كل قطعة تتكلمينا عليها. دوت مناسبات برضو، يعني انا شايفه قطعة جميله جدا، فايه كل مناسبه وايه اللي يناسبها؟ زي ما قلت الفرح مثلا. الفرح. طيب لو انا مثلا عندي فرح ولابسه مثلا فستان او دريس مشغول كتير، فما برجحش ان انا البس عقد كبير، لا ممكن البس حلق يظهرني ويظهر وشي لو الشغل كتير في الدريس. تمام. لكن لو انا لابسه حاجه مفتوحه ممكن اوكي البس عقد قيم من اللولي. اللولي المزارع دوت قيم جدا، وبيبقى ليه اطار كده درزي زي ما احنا شايفين، وبيبقى فيه لمعه جميله جدا بيليق قوي مع الحاجات السواري هاي. اكيد اكيد. ممكن البس منه حاجه قصيره او على الرقبه كده، او رينج او حلق صغير في وداني بيظهر جدا طبعا مع الناس اللي مش محجبه. تمام. دايما انا بحب انصح الناس اللي هي عندها يعني نيك طويله او رقبه طويله ان ما البسش حلق صغير. لا البس حلق طويل يتناسب مع ايه؟ مع رقبتي، مع طول الرقبه. بالظبط. او مثلا الناس الفتنس اللي هي التخينه شويه، لا ما البسش عقد بسيط او سيمبل، لا البس حاجه دورين او ثلاثه تليق مع جسمي. بالظبط كده. تمام. بس بحاول دايما ان انا تجديد. اقول ده. بس عندي هنا كذا حاجه كذا نوع. الاول الازرق دوت. تمام. ده صدف طبيعي عليه طبقه من الليزر الابيض دوت. والازرق ده احجار من العقيق. والعقيق ده برضو حاجه من الاحجار القيمه جدا. بتشوفي شغل على النت وبتعملي زيه؟ طبعا لازم. لا انا بجيب الماتيريالز وابدا انا التنسيق برضو. صح. حاجه بس صح. هي هوايه اصلا. حاجه انا بحبها. يعني بحب تنسيق الالوان، ويمكن وكمان دي حاجه خلقتها فيا ماما. يعني كانت دايما واحنا صغيرين تقول لي لا حطي اللون ده مع اللون ده ظبطي. خلقت منك بتحبي تنسقي في الالوان. بالظبط. فدي انا بقول لك انا ببقى مبسوطه جدا لما احس ان الحاجه طلعت حلوه ولايقه مع بعضها والالوان متناسقه. تمام. فدي طبعا دي حلو. الابيض في الكحلي ده ليه جدا. الابيض في الكحلي تحفه طبعا. طبعا. والبيربل ده مناسب جدا. البيربل ده حجر تحفه جدا، وانا بحبه. الاماتيست ده عالي جدا، بحب لون البيربل قوي معاه احجار درزي. معاه لولي المزارع ده احنا بنجيبه بالجرام. يناسب اي مناسبه بقى ولا مناسبه معينه؟ والله ده ينفع معانا الصبح وبالليل عادي. ما يعني مش شايفه ان اللمعه اللي فيه ما فيهوش لمعه كتير، ينفع ان انا البسه الصبح او بالليل. دوت حجر بني نجومي، اسمه حجر نجومي. طحفة. لانه الحجره نفسها فيها زي نجوم بتلمع. ودخلت برضو معايا الحجر اللولي المزارع دوت.
ده برضو هو بيجي لونه كده يا نسمه ولا انت بتلونوه؟ لا هو بيجي جاهز كده. هو بيجي جاهز وهي مجرد ما بتركبه انا بس بنسق الالوان مع بعضها. أيوه. ده لولي مزارع معاه احجار فواصل درزي اهيت. كل الفصوص الدرزي ديت. تمام. معانا مداخله بس. ماشي. الو احبابي الكتير. الو الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا حبيت اشارك مع مدام نسمه. اهلا وسهلا. شفت البرومو بتاعها على الصفحه بتاعتها فقلت لازم اقول رايي في شغلها. طب قولي بقى، احنا عايزين المصداقيه. اكيد طبعا. لا هي ما شاء الله الشغل بتاعها حلو جدا وفي ذوق راقي جدا، وخلاف كده كمان ان الحاجه فعلا ما بيغيرش لونها. ومختلفة عن الصفحات التانية في السعر فعلا، يعني الحاجة فعلا أسعارها مختلفة عن الصفحات الأخرى. الحمد لله. دي أكتر حاجة بتتقال يزيدها. وهي شيكت لنا لبسنا بصراحة. الحمد لله الحمد لله. تشرفنا بحضرتك. تشرفنا بحضرتك يا فندم. بنرجع لنقطة هي قالتها ان انت بتختلفي من بيج عن البيجات التانية في السعر. فعلا. اسعارك مناسبة. ما بحبش يعني، وبصراحة انا بستحرمها ان انا اخد، لا بحب اخد يعني، انا زي ما قلت الموضوع في الاول ما كانش بس على قد تعبك. ما كانش هدفه تربح في الاول خالص خالص، هو كان حاجة المصداقية. كان يعني هوايه، وانا حبيت ان انا مع طلبات زمايلي اعمل لنا، طب انت ذوقك حلو. بدات اعمل. ده في حد ذاته تشجيع جميل جدا منهم. طبعا اكيد، وده اللي خلاك ان انت تنطلقي وتعملي حاجات بالشياكه. فعلا دي حقيقه. بصي هي جبر الخواطر ده يعني نقطه مهمه جدا. طبعا. بيشجع اللي قدامه ان هو يعمل اي حاجه. فعلا دي حقيقه. وفعلا بتطلعي احسن حاجه عندك. أحسن مجرد كلمه كده ترضي بيها. يعني مش عايزه اقول لك انا ببقى سعيده قد ايه لما بشوف حد من الكاستمرز بتاعتي مبسوطه بالعقد. طبعا. يعني ببقى مبسوطه جدا، وتبعت لي وجميل، والصوره ظلمه جدا. كذا حد يقول لي الصور فعلا ظلمه الحاجات، هي على الحقيقه احلى بكتير. شايفينها صراحه جميله. وكفايه نسمه في نقطه عايزه برضه اتكلم عليها. كفايه ان كل قطعه انت حباها. فعلا. انت مش اي قطعه تديها للعميل، لا انت حبيتيها. هي دي الفكره. انت بتخلقيها. ايوه، ان الواحد لما بيعمل حاجه بحب او يعمل شغله بحب فعلا بيطلع احسن ما عنده. فعلا دي حقيقه. تعب ومجهود وسهر شغله وبس. لا 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 طبعا. فعلا دي حقيقه. لا ممتاز، شغل ممتاز. ميرسي. الجاي بقى كلمني تاني عن شغلك. زي ما قلت كده الاسود دوت، طبعا الاسود ده ملك الالوان، مفيش حد بيستغنى. طبعا محدش بيستغنى عن الاسود. ده حجر اونكس الاسود، معاه هنا لولي الفواصل دي، حجر فيروز. احجار الفيروز دي برضو من الاحجار القيمه جدا. اساسي. انا عن نفسي بحبه بصراحه. باين. بحب جدا الفيروز، بيبقى شيك قوي وبيليق مع حاجات كتير برضو، عشان كده انا دخلته مع الاسود. نطقه ونوره، وهو اصلا حجر الاونكس ده بطبعه بيلمع جدا. وجميل. اكيد خد معاكي وقت ده. والله بصي، هو انا ما بحسش بالوقت. عشان يعني انت بتحبي الحاجه يعني طالما تدي فيها بالظبط ولا تحسيش بالوقت. فعلا الوقت بلاقيه وقت ضاع مني كتير، بس ببقى خلاص شغاله وانا حابه الموضوع. بس اكيد بقى من ضمن الحب ده في شويه مشاكل كده حصلت في بدايه مشروعك ده. لا والله، والله جوزي مشجعني جدا وبيأيدني. كعملاء. العملاء. العملاء. التواصل. لا يعني والله ما حصلتش معايا مشاكل خالص، بالعكس كل الناس بتاخد مني حاجه بتبقى مبسوطه بيها جدا. تمام. فما حصلش اي صدفه. ما حصلش معاك موقف ان انت بعتي الاوردر قال لك لا مش عاوزه؟ لا لا والله ما حصلتش. تشوت بقى يا ناس. ما حصلتش الحمد لله. سمعنا عن كمان يا استاذه ايه الوان بيس. دي مشكله. ده فعلا دي حقيقه. احنا سمعنا عن المشكله ديت من ناس كتيره، اكسسوارات هاند ميد. ويعني عامله قطعه واحده الناس كلها عايزاها. فعلا دي حقيقه. هو يعني انا كمان قابلتني المشكله دي في شغلي، لما كانت حد من زمايلي ياخد قطعه مني تقول لي اقول لها والله يعني مش بحب ان الحاجه تبقى متكرره. بحب دايما اختاري حاجه تانية وكل الحاجات فيها ابداع. ممكن تعمليها ليها برضو يعني. ممكن اعملها لها اذا هي طلبت دوت، فبصراحه ما برضاش ازعل العميل او كده، يعني بعملها. لا في ناس ايه بيحبوا ان انا خدت من عندك حاجه، لا مش عايزه حد يلبسها. فعلا دي حقيقه. ده كتير. دي فعلا. عايزه انا لوحدي. حبيبها تاني فخلاص عادي. لا في بقى ازواج. بالذات لو احنا بنشتغل في مكان واحد.
انا عايزه البس حاجه ما حدش لابسها. فعلا دي حقيقه. ممكن عشان ما ازعلش زميلتي او صاحبتي اقول لها طب انا هعمل لك نفس الاحجار بس بقى بطريقه تانية اشيك واحلى. واقنعها. هتعملي اضراب في المدرسه يا نسمه. لا بس الصراحه يا نسمه يعني احنا جالنا اكسسوارات هاند ميد كتيره. الحمد لله كلهم كويسين بس انا عن نفسي لاقيه في ذوق ورونق في الحاجه وستايل جديد عن اي حد جه معانا بجد والله. يعني يا رب بس لو تمسكي النضاره توريهم برده سلسله. سلسله النضاره دي جميله جميله جدا. انا دايما ببقى لازم السلاسل النضاره دايما بختارها من الذهب الصيني. لانها بتبقى الماتيريالز بتاعتها عاليه وما بتغيرش برده خالص. ايوه وفي يعني بتبقى اشكالها كتير جميله. وانا هنا مدخله الكف دوت ده برضو فصوص دردي صغيره مع العيون الزرقاء دي. لا لا تماما ما فيش اي حاجه من الماتيريالز اللي انا بعملها بختارها انها ما تغيرش اطلاقا. هنا برضو في السلسله الثانيه انا حاطه لولي برضو حاطه احجار من اللولي اهو الابيض ده. اللولي ده يعني ملك الاحجار بيليق مع حاجات كتير جدا. وعلى فكره سلسله النضاره دي بتخليني ممكن لو انا لابسه حاجه مشجره او منقوشه ومش حابه البس عقده عليها سلسله النضاره بتديني شكل وشياكه. بتخليني خلاص مش محتاجه البس عقده. بس ده طبعا مع المحجبات يعني. تمام. كلمني بقى على اهو ده زي ما قلت دي نحاس معاها برضو. النحاس جميل ازاي ونقشته جميله تحفه. انا بميل جدا لشغل النحاس. الدلايه انا بجيبها جاهزه يعني في ورش اصلا لتصنيع الدلايات النحاس. وانا ببدا اشغلها بقى بالاحجار كده وادخل برضو معاها نحاس يعني كل القفل وكل الحاجات اللي فيها دي من النحاس. صعب برضو صعب بياخد وقت طبعا. التقفيل بيبقى اي اكسسوارات هاند ميد التقفيل بيبقى صعب شويه. وانا فضلت يعني اتعلم كتير في موضوع التقفيل ده عشان يعني ما حدش ياخد حاجه وتتقطع. الفينش اهم حاجه. الفينش دي حاجه مهمه جدا. طبعا. وزي ما قلت لك دي دلايه نحاس انا لو بعد فتره طويله النحاس ما بيغيرش. لو حبيت المحها كده زي ما قلت يا دوبك بفص ليمون صغير ترجع تاني لرونقها وتلمع جدا وتبقى تحفه. معاها خاتم برده نفس الايه من نفس الاسورة. من نفس الاسورة ونفس طبعا. طبعا. لا جميل. لا حلو جدا. هنا دي احجار. دخلت الاسود مع الابيض. وبرضو حطيت فيها دلاية مطلية. جميلة. هيت والخاتم جميل. برضو بتاعها برضو مشغول من الاحجار برضو. بيبقوا تحفه جدا مع بعض في اللبس وبيليقوا على حاجات كتير. طبعا مش شرط يكون ابيض واسود. لا شغلك ممتاز وبجد ما شاء الله عليك. ميرسي يا استاذه ايه. فمره ثانيه التواصل في السريع كده عشان التواصل زي ما قلت على الصفحه لوكا جاليري اكسسوري. في رقم تليفوني والواتساب بتاعي وفي رسائل على الماسنجر بتوصل لي من خلال الصفحه. طيب نصيحه كده في السريع لاي حد عايز يشتغل في شغل الهاند ميد تنصحيه بايه؟ والله اهم حاجه اختار بس الماتيريالز الكويسه. تمام. واتعامل مع شركه شحن كويسه وجو اهيد ربنا يوفق الجميع يا رب ان شاء الله. نورتيني. نورتيني. ميرسي قوي ربنا يخليك. ممتاز وعاوزه حلقات مش حلقه واحده. حلقه واحده. ميرسي ربنا يخليك وشكرا. ميرسي قوي متشكره ليك. نجاح لنجاح باذن الله. تسلمي ربنا يخليك. ميرسي قوي. انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه.